باش ما تبقاش هكذا ترينديه تما فوق البلان دو ترافاي، باش ما تكونش روينه صافي. ومن بعد حسيت بالجوع وفطرت بوغ لا بروميير فوا كنفطر، ولكن انا دابيتود كنفطرش ما كنفطرش، كناخذ قهوه ولا كناخذ شي حاجه خفيفه، حيت كان حيت الا فطرت سبحان الله العظيم ما كيجيني الجوع حتى ديك الساعه العشيه. دونك اليوم راني كما غتشوفوا وجدت الفطور من بعد ما رديت الكسكس ديالي صافي، ومشيت فطرت جلست مع راساتي كنسمع سوره البقره وكنفطر. وخليكم معايا في النهار ديالي، تشوفوني كيفاش دوزتو ديال روتين من ايام الجمعه. شوفوا هاد خيز زواعتي راه مت بالضحك، هادي نقيتها مزيانه وانا نقول واو حيت خيز ديما كان كيفلت ليا في التنقيه. الساعه الثانيه هرستها انا نورها لكم، الثانيه هرستها وانا نقول قوست على راسي وما لقيتش داك قولوا لي داك الموس اللي كيأكلوشي بحال هكا، لقيت المساعده ما عرفتش فين دارت والله يسمح ليها، عرفتي شحال ديال الماعن كيتوضروا ليا البنات صراحه. ما كاينش ما تخدميش الشغل بيدك ولكن ضروري عندي معايا. الكسكسو هو هذا الصراحه جابني، واخا ما عرفتش نستف داكشي مزيان هو هذاك. كنت زربانه باش ولدي يتغدى غادي يمشي ليكول وصافي. شوفوا هنايا شو شكون جا، جات بنتي وصاحبتها جابوا لي الورد حتى سان فالونتان ان شاء الله نهار الاحد، وهما عندهم عطله دوكو جابوا لي قبل ما تسالى قبل ما يجي زعما نهار الاحد. شكرا لهم بزاف الله يحفظهم. ما كاين احسن من البنوتات اللي عندها شي بنيته تهلا فيها، كنحمق على البنوتات اولدي عرفتي كنقول هكا. ايوا دابا غادي نمشيو نتمشاو شي شويه في البحر، هانتوما راني تكبط تختكم وفرحانه فرحانه بهذا الورد. الله يلا فرحوني زعما يجيك هكا الورد، الله يلا الله يعطيهم الرضا. صافي قلت لكم دابا غادي نمشيو للبحر نتمشاو شي شويه، وضربني الهواء معاك اللي الكسكسو تكيت. بقيت متكيه ما درت والو، حدي طلعت للسطح جبت النشير وصافي. والعشاء تهنيت من اختي ماكدو جابوا لي غلوفو كومونديت ماكدو، غلوفو كومونديت ماكدو هي هذيك كومونديت ماكدو من غلوفو وصلوا ليا حتى للدار الراحه ولله. دونك دابا نمشيو نتمشاو ومنين نجيو نعطيهم ماكدو ونجلس نشد شي فيلم ونسهر. ليا اليوم العطله باركوا لي اليوم العطله، دونك ولادي عندهم عطله 15 يوم ان شاء الله غادي نرتاحوا باذن الله. وخا نصبحوا ناعسين غير حتى ل 7 ونص غير حتى ل 8. انا من داك النوع كنفيق بكري، كيعجبني نفيق بكري وما كنلقى راسي حتى كنفيق بكري، ولكن بكري ديال 8 و7 ماشي بكري ديال 6 حيت دابا شفت كنفيق مع 6. يا اختي عييت مؤخرا مع البرد وكتجي في الظلام 7 و6 في الظلام كتجيني قاصحه. دونك دابا غادي نولي نفيق ان شاء الله حتى 8 8 ونص. المهم غنحاول ندير شي بروغرام، باغا ندير واحد العيبه كنقولوا لها حنا كازاوا، باغا ندير واحد البروغرام ديال 21 يوم حيت قال لك الا بغيتي تبدلي شي عاده سواء سيئه سواء هذه 21 يوم، ابتداء من 21 كتبدل العاده. باغا نبدل واحد العادات
ان شاء الله الا درتهم غتكونوا معايا فيهم. ماشي قاصح اللي كتحسي بالقنط، لا بريده زوينه. صافي نتمشاو 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 باش نسهروا شي شويه اليوم اللي كنا كنتو نجمعوا ان شاء الله اليوم العطله ديال ولادي نرتاح واحد الكانجو ان شاء الله. صافي وخلاص 8 واخا يسدو انا قريب يعني واخا يسدو ما هزر الطوموبيله لا والو يعني ما نخافش في الطوموبيله واقيلا كتخلصي غرامه ولا شي حاجه هكا. مشيت راه من قبيله وانا كنتمشى شفتو السما اللون ديالها زوين نقرب لكم تشوفوا. وهنا رجعنا كلنا نخرج للبحر بعدا عيط للجلوفو كومونديت ماكدو حيت راكم عارفين كيسدو مع 8 ومن رجعنا من البحر عطيتهم ماكدو ياكلو حطينا حلينا شي شويه ديال الموسيقى راني حيت تلحقاش في حقوق الطبع كوبي رايت وتعشينا ماكدو وحنا باقيين جالسين خلاص نحط لكم فيديو دابا وحنا مازالين ان شاء الله غادي نسهروا حيت ما كيف ما قلت لكم العطله. ايوا تصبحوا على خير. شكرا لكم على تعليقاتكم.